شيخ بشير عن سؤال أوه رجع دان هراء أقوله وحواه علمدو إسلام وح أي كم حلين أم بيدوامح جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. وما سنتين دمانتين رنتي دي سؤال شاس سلحديث كما كتواب هي والنبي صلى الله عليه وسلم أمركو يري يعني أنبيضا وحلقة نحلو نوشيغي وحلقة نحلو حوي وعلمو يري النبي صلى الله عليه وسلم مركو علمضو أنبيضا نحلين أنبيضا وحلقة نحلي وحقارة ويان وحوله يعني وحاسي ماها وعلم يأس أو بلارين معاني سبلارين يهي وعلم أساس وكا يعني هو إن إنسان كو هقاقو سندروش يسادوك مديس آخر بقى هو هقاقين لها ولك علم يأس أو بلارين وأساس كيسو يهي وحق على كيم سبحانه وتعالى ودث يكون رقم عيان وندروش هو ذي يكون مارين عيان وأركتيو ذي يكون صحا عيان علم يأس أي دحلين ردي علم يقولنا علم كريم عن عمل باوهلية مسؤولية دي حل هي وهلية مركب إحنا بيدو لي ماذن أوردن لقبل الله بعلم قال لي ماذن يعمل كيسي يذكر له ويارو لو رقمه شقذي أم بيدو أي هيين أو كلا ده صار خلاصية شقذي أم بيدو أي هيين أو ده ما يستيران أي علماء ذن رنتي أي دحلين كرام أمد مسلم كه ومضان الإمارات أم المحمدية اللي يراه هو أيه أنبياء كله يسون إيمانين ومركز تا علماء مرتي أوه وما ذي هراء كله وحويان أنبياء فربان بالكين تري أو مارتي سوء أسبون السيا أو ذلك فهم سيا أو ذلك مركز تا كور قوة لكن مضان من المحمدية وحويان النبي كلام لها النبي صلى الله عليه وسلم وحي وكاني علماء أيه وحيسة هذه علميين هذه عمل كيهين هذه دعويين هذه شغلي أم بيد أيهين لما تود مركزات ويا مركان عندنا سوق هو سؤال شيء جوابتي إن شاء الله. وما سنتنا الشغل عبد الحي سل سؤال شاس. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الحديث كم لشرحي ده ما حكسي درا رنتي ودور آد وين أو رنتي ماشي النبي يضع إن البوحي هاي مسه لنا دتك يعني باس كاس إلهي أشقاء وقلقينا وانت علمي برتين إنا أيها هوشاس قبتان سوحي القامين وحافي عن إنا دريمان ماشا أي جوغان وهذا مثلا منبر أو كلمة اللي جوغو ومنبر نبيوضا أي كخبين جيرين مركة تاسو حي كينيسا إن سيدي أي نبيوضا يولي جيرين إن لا يولو مثلا بلشادة وحكا بدل كيدا وحوشاق كيدا حبك يعني حلو شيء جايو حكمة الله استعماله يعني داوين جود أو بوشدي إن داول له نقطة هاي علم ده كده حلين يعني النبي هذا ساسون القرآن كله يقول النبي إله سوشة قد كانت لكم فيهم أسوة حسنة يلا قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة النبي هذا جود أهان يا النبي أنا سجار هذانا واسي حسي إن إذا شاء يقول مدن تاعي بركة دور كاس يمقال كاس يعرف مهاس أي علم ده كده حلين النبي هذا لون الباهي على قدر المسؤولية إن إساس وقاتان إساس ودريمان